السلام عليكم أعزائنا طلبة المرحلة الرابعة من قسم إدارة الأعمال في كلية بغداد للعلوم الاقتصادية الجامعة. معكم مدرس المساعد كروان عزيز، مدرسة مادة إدارة الجودة في الكورس الثاني للدراستين الصباحية والمسائية. في هذه المحاضرة سوف نتناول الفصل الثالث، وفي هذا الجزء من المحاضرة سوف نشرح مفهوم كلف الجودة وأهمية كلف الجودة وكذلك أنواع كلف الجودة. بالنسبة لمفهوم كلف الجودة، يمكن التعبير عنها بأنها مجموع النفقات التي تتحملها المنظمة مقابل إنتاج سلع وخدمات خالية من العيوب ومطابقة للمواصفات وتحقق رضا الزبون وتوقعاته. أهمية كلف الجودة: تعد دراسة كلف الجودة مهمة وذلك للأسباب الآتية. أولاً، تساعد على تحديد أماكن الفشل ومصادر حدوث العيوب باستخدام الأدوات الإحصائية، كما سيتم شرح ذلك بالتفصيل في الفصل الخامس والسادس. إذ أن انخفاض جودة السلع والخدمات يتسبب بزيادة أنواع مختلفة من الكلف، مثلاً تلك المتعلقة بالمنتجات المعيبة، تكاليف الخصم عن المنتجات الرديئة، والتفاوض مع الزبائن الغير راضين إلى آخره. ثانياً، أن عملية نجاح أو فشل أي منظمة يعتمد على مطابقة السلع والخدمات المنتجة للمواصفات القياسية ومدى تلبيتها لمتطلبات الزبون وقدراته المادية، ولذلك يتوجب على المنظمة تنظيم نشاطاتها الإدارية والفنية المؤثرة على جودة منتجاتها والرقابة على أداء العاملين لضمان عدم تقديم مواد أو خدمات معيبة، وذلك عن طريق اتباع أحدث الطرق العلمية في إنتاج ومطابقة المواصفات ضمن حدود تحقيق الأرباح التي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق الموازنة بين الكلف والأرباح والمنافع المشتركة بين الزبون والمنظمة. من ميزات دراسة كلف الجودة ما يأتي: أولاً، تخفيض الكلف الإجمالية وبالتالي زيادة أرباح المنظمة. بالتأكيد، فإن المنظمة التي تنتج منتجات خالية من العيوب لن تضطر إلى إعادة تصحيح العيوب الموجودة أو إلى تعويض المستهلكين لمنتجاتها، وبالتالي فإن كافة الأموال هذه سوف تعتبر أرباح صافية للمنظمة. ثانياً، تحفيز الإدارة العليا على تطبيق مفهوم كلف الجودة. الأسلوب الأمثل لإدارة كلف الجودة بطريقة تمكنها من تحقيق أفضل المنتجات وبما أقل ما يمكن من الانحرافات. تقييم وتقدير الكلف ووضع الميزانيات الواقعية. أن عدم وجود انحرافات وعدم وجود خلل في العملية الإنتاجية مما يستوجب إنفاق الكثير من الأموال الإضافية الأخرى يؤدي إلى تحديد الميزانيات أو الموازنات المستقبلية بدقة وواقعية. رابعاً، تحويل الجودة إلى أرقام بسيطة من خلال وضع نسب واضحة لاحتساب الخسائر، مما يساعد الإدارة والعاملين على فهم عمل الشيء صحيحاً من المرة الأولى. هذا المفهوم الذي تم شرحه في المحاضرة السابقة، أو ما يسمى بالمفهوم الياباني Do it right from the first time، أي يجب أن نفعل الشيء صحيحا منذ المرة الأولى حتى لا نضطر إلى دفع نفقات إضافية أخرى للعودة إلى نقطة البداية وعمل الأشياء مرة أخرى. ثالثا، أنواع كلف الجودة. يمكن تصنيف كلف الجودة من خلال الشكل الآتي: كلف الجودة تقسم إلى كلف الجودة المباشرة وكلف الجودة غير المباشرة. بالنسبة لكلف الجودة المباشرة، فإنها تقسم إلى كلف الضبط وكلف الفشل. كلف الضبط تقسم إلى كلف الوقاية وكلف التقييم، أما كلف الفشل فتقسم إلى كلف الفشل الداخلي وكلف الفشل الخارجي. أما بالنسبة للكلف كلف الجودة غير المباشرة، فتتمثل بكلف فقدان الزبائن وكلفة سمعة الشركة وخسارة الحصة السوقية للشركة وغيرها من الكلف التي يصعب قياسها كميا. الضبط وتقسم إلى كلف الوقاية وكلف التقييم. كلف الوقاية هي النفقات الخاصة بمنع حدوث الانحرافات في الجودة.
لضمان عدم صنع منتجات مائية وتشمل كافة الكلف الخاصة بوضع المواصفات، أي كلف تخطيط الجودة وتحليل البيانات وتدريب العاملين إلى آخره، كلف التقييم وهي النفقات الخاصة بإجراء عمليات الفحص والاختبار للتحقق من مطابقة المنتوجات للمواصفات المعتمدة. بالنسبة لكلف الوقاية تكون سابقة لكلف التقييم. كلف الوقاية تعتمد على دراسة كافة الأمور، سواء كانت من ناحية التصميم، من ناحية الاتفاق مع الموردين، من ناحية الاتفاق على مواصفة المواد المشتركة بدقة قبل وصولها إلى مخازن الشركة. وكلف التقييم هنا تأتي المرحلة الأخرى بفحص المواد الواردة أو الواصلة من الموردين والتأكد من أنها مطابقة تماما للمواصفات قبل ورودها أو قبل توريدها عفوا إلى المرحلة الأولى في الإنتاج. بالنسبة لكلف الفشل، وتتضمن كلف الفشل الداخلي، إذا ما لم يتم العمل في بكلف الوقاية وكلف التقييم فإننا حتما سوف نتعرض إلى هذه الأنواع من الكلف. كلف الفشل الداخلي وهي اكتشاف الانحرافات الموجودة داخل الخطوط الإنتاجية بالنسبة للمواد المنتجة فيها، وكل ذلك طبعا يؤدي بسبب عدم الالتزام بالمعايير الجودة المحددة سابقا. أما بالنسبة لكلف الفشل الخارجي فهي تلك النفقات الناشئة عن العيوب التي تظهر في المنتوج بعد وصوله إلى الزبون، تعتبر من أخطر أنواع الكلف حيث أنها تؤدي بسمعة الشركة وتسبب خسائر فادحة، قد تؤدي أحيانا إلى إعلان إفلاس الشركات في بعض الحالات إذا ما كانت الخسائر كبيرة جدا. والجدول أدناه يوضح هذه الكلف باختصار. بالنسبة للكلف المباشرة، كلف الوقاية أي كلف تهيئة وتطبيق خطط الجودة، كلف التقييم كلف اختبار وتقييم وفحص الجودة، كلف الفشل الداخلي كلفة إعادة العمل والسكراب وخسارة المواد، كلف الفشل الخارجي كلف فشل المنتوج لدى الزبون، وكلف الإعادة والتصليح والمسؤولية القانونية تجاه الزبائن وتجاه المجتمع. هنا يمكن معرفة العلاقة بين أنواع كلف الجودة المباشرة وفقا لقانون 1:10:100، والشكل الآتي يوضح العلاقة بين كلف الجودة المباشرة. يسمى هذا القانون بقانون 1:10:100، ويعني هذا القانون أن إنفاق دولار واحد فقط على كلف الوقاية يمكن أن يوفر 10 دولار في كلف التقييم، وبدوره يوفر 100 دولار بالنسبة لكلف الفشل الداخلي والخارجي. ونلاحظ في الشكل 3 كيف تتزايد كلف المنتوج المائي من مرحلة التصميم حتى وصوله إلى الزبون. خلال التصميم تكون الكلفة في أدنى مستوياتها، وتبدأ بالازدياد خلال عملية الإنتاج، أي إن لو أننا اكتشفنا الانحرافات مبكرا فإن الكلف تكون منخفضة. إذا لم يكتشف الانحراف واكتشف مثلا في خلال الإنتاج فتبدأ الكلفة بالتزايد، لأنها سوف تؤدي إلى المزيد من السكاكين. عندما تصل البضاعة إلى الموزع ويتم اكتشاف الانحراف فإن الكلف في هذه الحالة سوف تتزايد، وتكون الكلفة في أعلى مستوياتها عند وصول البضاعة إلى الزبون. وهذه هي كلف الفشل الخارجي، وتعتبر من أخطر أنواع الكلف على المنظمة. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، شكرا جزيلا لكم.